حياكم الله مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم بالاستماع والمتابعة لنا عبر شاشة الفجر الجديد. نتمنى لكم إن شاء الله صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وإن شاء الله أوقات سعيدة برفقة الأسرة. نحن نصل وإياكم في هذا اليوم إلى السحب الأسبوعي على سؤال الأسبوع الرابع، والذي يعني وهو الأخير طبعا، ونتمنى لكم الأجواء الرائعة والجميلة دائما عبر شاشة الفجر الجديد في حزمنا البرامجية المتتالية. خلينا نعرف شو كان سؤال الأسبوع الرابع. الإجابة هي كانت لا يمكن بأن يتزوج لأنه متوفى وبذلك أو ميت يعني. كانت كلها الإجابات واحدة وقريبة، وفي مشاركات كانت أكثر من رقم بأرقام ورسائل متعددة. خلينا نشوف عملية السحب اللي راح تجري في هذه اللحظات، وتتم عملية الخلط يعني مثل الخلاط للأرقام على أساس نعطي فرص للجميع. السحب راح يكون في الجائزة الأولى لها اليوم 100 شيكل كوبون وقود من محطات القاروط للمحروقات. الفائز هو 0592 026 169. ألف مبروك. الفائز الثاني ب 100 شيكل كاش من مكتب القاروط للتأمين هو 0599 232 079. الفائز بالجائزة الثالثة 100 شيكل كاش من شركة حازم الجلاد للألمنيوم هو 0599 438 147. الفائز بالجائزة الرابعة معنا في مسابقة الفجر الرمضانية، وهي سيارة لمدة يوم واحد من شركة المهند لتأجير السيارات، هو 0568 752 826. الفائز بالجائزة رقم 5 وهي طقم كنب زاوية مقدم من مفروشات أبو صلاح هو 0592 026 150. الفائز بالجائزة السادسة تذكرة إقامة في فندق 5 نجوم مقدمة من اللفداوي للإكراميكا والأدوات الصحية هو 0598 734 710. إذن الرقم الأخير أعيده 0598 734 710. وأما الجائزة السابعة والأخيرة معنا هي قاعة كاملة مكملة من قاعات سان موريس، واللي فاز فيها هو صاحب الرقم 0597 366 769. ألف مليون تريليون مبروك للي فازوا معنا اليوم من خلال السحب على 7 جوائز أسبوعية كانت وإياكم له اليوم في الأسبوع الرابع. نتمنى لكم أوقات رائعة، وإن شاء الله على أمل اللقاء في رمضان المقبل. كل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.